قبل الفيديو كده، قبل الفيديو ادي احجام الخرفان الرحمن، يعني صلاه النبي تبارك الله. ادي الاحجام يا جماعه، ادي احجام الخروف بتاعه بيوصل، شوف بسم الله ما شاء الله، يعني فوق المية، يعني بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ادي الخرفان بسم الله ما شاء الله تبارك الله. دي عيالها يا جماعه، دي الجرامه اللي بتوصل لها. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مشاهدين ومتابعين قناه المزرعه. ورجعنا لكم يا جماعه بعرض الفواخر، عروض بصوا يا جماعه، شايفين يا جماعه النهارده مش نعاه يا حاج عصام، بالصلاه على النبي عليك. بقر فريزيان، بقر فريزيان هولشتاين تبارك الله. بسم الله بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك وزد وبارك يا رب. صلاه النبي يا عم. عاج وراها عجوز. النهارده النعايه يا جماعه وراها عيول، والعيول بقر، والنعاي بقر يا جماعه. صلاه النبي، الله اكبر. بصوا يا جماعه، اتفرجوا معانا على الزقوه يا جماعه، النعاي رحمن بيور يا حق، نعاي رحمن بيور من داخل مزرعه البحيري، بالصلاه على النبي تبارك الله ما شاء الله، الله اكبر يا جماعه. صلاه النبي تبارك الله. ايه العدد معانا هنا حق عصام؟ نعيتين برديسي بيوري يا جماعة، هم كل واحدة تحتيها ذكر، كل واحدة تحتيها ذكر عجل، الله أكبر. بطش يا جماعة، صلاة النبي طبعا، وحد الله في قلبك وصلى على النبي. ما الناس اللي هي شغالة كده بتلون في الكلام ده، خليه ايه، خليك بعيد عنينا الله يرضى عليك. والناس حبايبنا ومشاهدينا بدون لايك، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بالصلاة على النبي يا معلم تبارك الله. ومعانا ثلاث نعجات رحماني. الرحماني البيور يا جماعة. البيور الأصلي. بالصلاة على النبي عليك يا معلم والله. يعني أنت كل مرة كده بتفيقنا يا حجي عصام، بالصلاة على النبي عليك والله. سعره في ناس طلبت حاجة عالية. جبناها لها. تمام يا معلم. كل واحدة وراها ذكر وانتاية. كل واحدة وراها ذكر وانتاية. خروف نتايه وذكر يا جماعه، كل نعجة في دوله صلاه النبي يا عم. الرحمن البيور يا جماعه، صلاه النبي، صلاه النبي. صلاه النبي تبارك الله، الله اكبر. صلاه النبي تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك. بصوا يا جماعه، تفرجوا يا جماعه، انا عايزكم تتفرجوا وتملوا عينكم وتصلوا على سيدنا النبي، شجعونا ان احنا نقدم لكم كل جديد يا جماعه. صلوا على النبي على الزقو، شايفين الزقوه يا جماعه؟ هو احلى حاجه الرحمن البيور. الناس كثيره طلبتوا منينا، واحنا الحمد لله نعتبر كده، وانا من بدري مسجله الرحمن البيور مع مصطفى بتاع الشلال، اول واحد مصور يعني الرحمن البيور قناه المزرعه بالنسبه للصعيد يا جماعه. فهو يا جماعه اللي عايز نعية تحتيها ذكر وانتايه رحمن بيور، منها الذكر يعشر برضه يقعد طلوقه معاك، ومنها النتايه تاخد خيرها مع امها. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الله اكبر يا عم، الله اكبر. شايفين يا جماعه الطرف؟ صلاه النبي تبارك الله، صلاه النبي تبارك. بصوا الضرع يا جماعه، بصوا الضرع ازاي نزل كده حق عصام، نزل. شايفين الضرع يا جماعه لغايه فين؟ بقره هولشتاين، الله اكبر والله، الهولشتاين البيور كمان، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شايفين الضرع يا جماعه؟ الحلبات كلها حق عصام متمم عليها هو بيرضع ولد، هو وبيرضع. تمام يا جماعه، هذه تحتها ذكر وانتايه الرحمن البيور يا جماعه، كل حاجه يعني بصوا بمقامها، يعني هذه الحياة النظيفة بسم الله ما شاء الله. عشان انا متوقع النهارده المعلم عصام يعني ايه هيخلعنا في الاسعار، صلاة النبي. اسعار البقر مش اسعار بالصلاة على النبي تبارك الله ما شاء الله. والله يا جماعة بما يرضي الله، بما يرضي الله المعلم عصام يا جماعة، وبرضه احنا يا جماعة بنوقفش بيع، اللي بتاعي عدلها وبتاعي بترزق عم عصام بتطلع. الصلاة على النبي تبارك الله. بص اهو صلاة النبي يا جماعة، صلاة النبي، يعني انتم شايفين يا جماعة. والناس تاي برضو تشوف المال بعينها، انا عارف اني معظم العرض دي هيطلبوه اهلنا في الصعيد. شوف
صلاة النبي. تبارك الله. ادي البرديس يا جماعه، دول نعجتين برديسي هم. انا عايز افرشكم على المال. شايفين يا جماعه البرديس الخروف اللي هناك ده؟ تخيل لو البرديس ده قعد وطلق، يعني ايه بقى طلوقه للنعاج الرحمن؟ تخيل الخلف بتاعه هيبقى ايه. شايفين يا جماعه؟ فرج الناس، فرج الناس ومتعهم. صلاه النبي يا عم، صلاه النبي. صلاه النبي. احنا يا جماعه اللي 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 بيشتري على عيننا وعلى راسنا، واللي بيتفرج مشاهدينا برضو حبايبنا ويتابعوا الاسواق. في ناس كثيره متابعه السوق على القناه هنا اهم. السوق اتغير، احنا قلنا السوق اتغير وثبت دلوقتي. صلاه النبي. طالما ثبت السوق احنا بننزل بقى. صلاه النبي. تبارك الله ما شاء الله. والعرض والعرض عرضين. هذه يا جماعه شايفين الخروف. عاوز ثلاثة، اللي عاوز واحدة ما عندناش مشكلة. يعني اللي عايز له نعجة ماشي، اللي عايز له اثنين ماشي، اللي عاوز 50 الحوش مع بعض. بالصلاة على النبي. تبارك الله. يعني هي صفقة داخلة دي يا حاج. ايوه ايوه. السعر شد. ايوه السعر شد. السعر السوق ثبت خلاص كده. السوق ثبت. ثبتت. ايوه. السعر ثبت. تمام. فما فيش واحد يعني بتاع زمان ده يا جماعة، خلاص أمر واقعي. تمام يا معلم، الله يوسع عليك. والناس شايفة. واللي مش شايف برضه يعني ايه، يعني ينزل ويشوف بنفسه الاسواق. كان في عرض الكبار دول 3200 ولا 3300. ايوه ايوه صح تمام. طلع كذا هو نفس الخروف. ايوه نفس الخروف. عندك نعجه وراها خروف بثلاثة ولا ثلاثة ونص. بس برضه في فرق يا حاج عصام. الخروف لما يبقى ورا امه بيكبر بسرعه، بياكل وبيرضع. الفرق في النوعيه. انت بتحكي فين؟ برديس حر ورحمن حر. برديس حر ورحمن حر. صلاة النبي. شايفين الزقوة يا جماعة؟ الخروف ده عاجبك قوي يا حاج عصام انت. صلاة النبي. تبارك. بص يا جماعة الزق. صح يا حاج صح، الله يوسع عليك. شايفين يا جماعة؟ شايفين النعجة؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على النبي. دلوقتي يا حاج انت قلت لي عرضين دول صح؟ عرضين في واحد. ماشي، اللي عاوز الثلاثة وحدهم ماشي، اللي عاوزهم على بعض ماشي. تمام يا حاج. نعرف سعر الاثنين البرديسي ايه بالصلاة على النبي؟ اللهم صل على النبي. هذه اسعار مفاجآت يعني. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ما في مفاجآت دلوقتي، كله غالي عما سعر. عاوزك برضو تفرج الناس. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر. هذه يا جماعة الرايد بيقول اتفرجوا. وشوف مشية النعجة وراها عيلها. ودي يا جماعة مش هتخلى من العشر، أنا بقول لكم دي مش هتخلى من العشر، هي والاثنين دول أهم أهم. الاثنين دول مش هيخلوا من العشر. اللي صورته بتاع الخروف اللي وراهم ما تنساش تنزله لنا. تمام تمام صح، فكرتنا يا جماعة في فيديو هنزله لكم في الأول. الخروف اللي كان معاهم صاحب الخايب دي. تمام الصلاة على النبي. أهم يا جماعة كان في بتاع ثلاث أربع خرفان ورا النعاي الرحمن دي يا جماعة. النعاي دي مش هتخلى من العشر، النعاي دي مش هتخلى من العشر إن شاء الله. تبارك الله ما شاء الله. واحنا برضه احنا برضه حق عصام اللي عايز له خروف طلوقه مثلا برديسي هجن برضه بنجيب له. شاف العينه اللي هتديها في الفيديو. اللي عاوز موجود الحاج. تمام يا معلم بالصلاه على النبي تبارك الله. طب نخش في الاسعار عشان الناس مستنيه السعر يا حاج. بالصلاه على النبي تبارك الله. هنبدا بالاثنين البرديسي. الاثنين البرديسي تمام. الاثنين البرديسي دول مش هنقوله زي ما ناس عرضت ب 25 ولا ب 20 ولا دي، الاثنين البرديسي دول ب 15 بس. ب 15000. ب 15000. تمام يا معلم يعني بالصلاه على النبي. خروفين ب 7 ولا ب 7 ونص، النعجتين هيبقوا عليك ب 8 ولا ب 7. يا جماعه واصحابه برضه يا جماعه قالوا ان دي ايه؟ دي عشر يعني ايه؟ يعني مش هتخلى من العشر اكيد دي، والثانيه دي يا جماعه وراها الخرفان. يعني انت كده هتاخد لك ان شاء الله ربنا يكرمك بنعيتين تحتيهم خروفين وان شاء الله عشر عليهم باذن الله. المعلم عصام عرضهم ب 15000. 15000 بس. نخش على التقيل بقى يا حاج. تبارك الله. صلاه النبي تبارك الله. جيت اذا فقط وحسريا عند اولاد البحيري. الله يوسع عليك يا معلم. الله يوسع عليك. النعجه دي اتعرضت قبل كده ب 25000 جنيه. صلاه النبي يا معلم. انا بقول لك الثلاثه ب 45. بالصلاه على النبي يا معلم. يعني ولا 60 ولا 50، الثلاثه ب 45 ونتحدى في السوق النتاج الكبير يطلعهم. بالصلاه على النبي يا عم تبارك الله. الثلاث نعاي رحماني دول يا جماعه. كل واحده وراها جوز. كل واحده وراها جوز. ايوه يعني عندك ستة في ثلاثة ونص دول واحدهم ب 21، يعني أنت عندك الثلاث نعاج واقعين ب 24، احسبها صح.
احسبها صح. أيوة. صلاة النبي تبارك الله. دولة يعني كده احسن من ثلاث بقرات. كل سبع النبي. شهور ثمان شهور يطلعوا لك جوز، احسبها صح وبعد كده رن علي. بالصلاة على النبي. طب نقول رقم التليفون يا معلم. رقم التليفون زي ما هو ما غيرناهوش. تمام. تمام اللي بترن علينا. تمام. 011 2 70 79 439 439 ولا اي وقت رن علي تجد. بس 24 بالصلاة على النبي تبارك الله. وانا برضه يا جماعه الناس حبايبي اللي عايز اي حاجه من العرض انا هسيب لكم رقمي 010 15 420 713 نقول ثاني 010 15 420 713 والناس يا جماعة تسمحنا على العرض اللي فات في ناس كثيرة رنت علي والله العرض الحمد لله ربنا سهل فيه في أول يوم العرضين مع بعضهم يا جماعة الله يسهل لصاحبهم بعد 10 دقائق من عرضه بالصلاة على النبي ده الحمد لله الحمد لله ده رزق الله يوسع على ده أحسن وهيكون أحسن والله يبارك لله ياخدهم والله يكون من نصيب بالصلاة على النبي تبارك أول المال اللي يتورث تبارك الله اللي يتربى. أمال أنت مش عايز تورينا الصفقة اللي جوا دي ولا عايز تطلع؟ لا لسه خلي بس الناس عشان المال ده غالي شوية معلش مش هقوله وما يغلاش عليكم الله يوسع عليك في تقيل يعني على ان هو ياخذهم واحد مثلا عاوز له اثنين عاوز له ثلاثة ايوه انا معايا لغاية 25 بالصلاة على النبي تبارك الله والله اللي عنده امكانية رد علي واللي عاوز اكتر في مزرعة موجودة خلاص دخلنا الوديان دلوقتي بالصلاة على النبي الله يوسع عليك يا حاج الله يوسع عليك يعني يا جماعة برضو ايه خلاصة الفيديو دي دولة ثلاث نعيات رحماني الثلاثة السن ايه يا معلم جامع الاول سادد على الاول يعني تمام وانا يا جماعه مفتش عليهم برضو يا جماعه دولة في حيات فيهم لسه بتساوي في حيات فيهم لسه بتساوي وفي حيات قافله على الاول وبنقول للمشاهد برضو يا عصام القافل ده بيبقى ثالث ولد ده ثالث ولد ايوه ثالث ولد يا جماعه القافل ده برضو ده ثالث ولد يعني انت لسه معاك الناعيه دي ربنا يدينا ويديك فيها بتاع 10 ولدات ثاني صلاه النبي تبارك الله صلاه النبي تبارك بصوا يا جماعه الطروف بصوا الطروف بسم الله ما شاء الله تبارك الله شايف شايفين يا جماعه بصوا الله الله يوسع عليك يا حاج عصام الله يوسع عليك قال لك صلاه النبي يا عم صلاه النبي تبارك الله دول يا جماعه ثلاث نعجات رحماني ب 45000 وفي نعجتين برديسي حر كل واحده تحتها ذكر دول ب 15000 عرضهم لنا المعلم عصام النهارده والنعاي الرحمن يا جماعة كل واحدة تحتيها ذكر وانتاية كل واحدة تحتيها ذكر وانتاية في أسعار من البلاد مش أسعار السوق بالصلاة على النبي يا معلم هذا سعر من هذا يا جماعة المراعين والمزارعين مش أسعار دخل السوق دول يزيدوا 10 ثاني الله يوسع عليك يا حج عصام نقول رقم التليفون ثاني حج عصام اللهم صل على النبي 011 2 70 79 439 الواتس شغال يا معلم لحد عايز يراسلك على الواتس ان شاء الله شغال ولا مكالمات احسن عشان في ناس في الخارج شغال ما تقلقش تمام يا حاج انا برضه يا جماعه لو حد من الخارج عايز يراسلنا في اي حاجه احنا تحت امره 010 15 420 713 لو انت عايز تراسلنا من الخارج في اي عرض انا تحت امرك وان شاء الله يا جماعه انتظروا المعلم عصام في مفاجآت هيقدمها يعني الايام اللي جايه باذن الله احنا واقفين معاه وربنا يرزقنا ويرزقكم جميعا يا رب وفي نهايه الفيديو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته